مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. إن حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو انقصرت، مع في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. في قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. في قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل معاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني معاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بتوجه بالشكر لكل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق زيارة موقعنا على شبكة الانترنت زي ما العنوان مدون قدام حضراتكم، أو عن طريق الاتصال التليفوني أو الخطابات أو الفيسبوك أو أي طريقة أخرى زي السكايب. أو بنحب نسمع منكم أحبائي المشاهدين، لأن هدفنا هو أنتم. بشكر بشكل خاص بعض المشاهدين اللي أرسلوا لينا فيديو بيقولوا تعليقاتهم وأراءهم. بنقدر كل رسالة منكم، وأتمنى ألا تتوانوا من أنكم تتواصلوا معنا. قصتنا النهاردة قصة حقيقية بعنوان تذاكر السينما، والقصة كانت من مذكرات شاب مسيحي حقيقي مؤمن اسمه يعقوب. كتب يعقوب وقال: كنت أنا وبابا وماما وإخواتي راجعين من الاجتماع بتاع الكنيسة بالليل، وأول ما وصلنا الباب وفتحنا باب البيت لقينا تحت الباب مرمي ظرف جواب. فتحت ظرف الجواب لقيت تذاكر للسينما بعددنا كلنا، عدد كل البيت، وجنب التذاكر للسينما جواب بيقول: دي هدية مني ليكم، وهعملها مفاجأة علشان انتوا تحضروا الفيلم الجديد الحلو، ومعاد الفيلم بكرة، وادهم المعاد مساء. الأب والأم وإخوات يعقوب رحبوا جدا بالفكرة، واعتبروها أنها فرصة جميلة، وربنا رتب لهم هدية غير عادية علشان خاطر جات لهم تذاكر السينما ببلاش. لكن يعقوب بيكتب في مذكراته بيقول: أنا كنت حزين وشعرت أنه مش مكان كويس أروحه. وقال لبابا وماما: يا بابا يا ماما، أنا كمسيح حقيقي يعني لما أدخل السينما يمكن أكون عصر لحد. قالوا: لا لا لا، هي مرة من العمر وجات ببلاش، ويعني ما تعقدش الأمور وما تبقاش متخلف وما تبقاش متعصب. قال لهم: بس يعني الفيلم حتى يعني مش قوي. قالوا له: لا، تعالى كلنا نروح مع بعض وناخد لب وناخد سوداني وحمص وسندوتشات وتبقى شركة ونروح السينما. قال يعقوب انه ضغطت على ضميري، ضغطت على الصوت اللي جوايا، رغم اني شعرت بحزن رحنا مع بعض السينما. قال: لم اشعر بسعاده لحظه قدام الفيلم، لكن كنت انا وبابا وماما واخواتي بنضحك وبنهيص، بس قلبي كئيب. انتهى الفيلم وانا خارج من السينما كنت شاعر ان انا لم اطيع صوت الروح القدس. الى ان وصلنا البيت كانت مفاجاه رهيبه. اول ما وصلنا البيت لقينا باب البيت مفتوح. أمي صرخت قالت: مين جوه؟ دخلت لقيت كل مجوهراتها اتسرقت، لقيت كل لبسها الغالي راح، لقيت كل الأجهزة الكهربائية راحت. فهمت الفكرة، اللص كان ذكي جدا، وكانت تذاكر السينما طعم علشان يفرغوا البيت في الوقت ده، يفضل بيت وهم يروحوا يسرقوا. ويعقوب قال: ياه، حقا كان الصوت الداخلي على حق. يا ريتني يا ريتني يا ريتني سمعت صوت الروح القدس وما خالفتش ضميري. ايه اللي حصل لهذه الاسره وليعقوب؟ هذا ما سنستمتع اليه بعد ان نستمع لهذه الترنيمه التي احبها جدا من مرنمنا الحلو منير حبيب. بتقول: وراءك يحلو المسير. بتقول: اذا ما سمعت لصوتك، عكس اللي عمله يعقوب للاسف، اذا ما سمعت لصوتك وسرت بخوف امامك تلذذ نفسي اليه. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة، سأستكمل معك قصة تذاكر السينما.
يحلو المسير إلى حيث خضر المراعي، وفي الليل أنت رفيقي وفي الموج أنت شراعي، وفي الموج أنت شراعي. أطيعك يا رب أكثر من الناس كل الحياة، وأحمل دوما صليبي بصبر وطول أناتي، بصبر وطول أناتي. كلامك شهد لحلقي، وصاياك ليست ثقيلة، بها تطمئن القلوب وتشفى النفوس العليلة، وتشفى النفوس العليلة. إذا ما سمعت لصوتك وسرت بخوف أمامك، تلذذ نفسي إلهي ويملأ قلبي سلامك، ويملأ قلبي سلامك. إذا ما سمعت لصوتك وسرت بخوف أمامك، تلذذ نفسي إلهي ويملأ قلبي سلامك. شكرا أخونا منير على هذه الترنيمة الحلوة اللي بتحكي عن موضوع قصتنا النهاردة، تذاكر السينما. تذاكر السينما لما جات لهم تذاكر مجانية للبيت كأنها هدية مفاجأة، وراحوا السينما واللصوص سرقوا كل حاجة من البيت، لكن كان يعقوب ضميره حساس بيسمع لصوت الروح القدس، وعرف انه مفروض ما يروحش، لكنه داس على ضميره وداس على صوت الله وخسروا كل حاجة في البيت. مش بس كده، لكن خسر فرحه وحس انه لم يطيع الله. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، كلام النهاردة في الحلقة الدقايق اللي جاية مهمة جدا، ارجوك ركز معايا علشان خاطر دايما 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 السؤال اللي بنتسأله في المؤتمرات وفي الخدمات، بيسألوني مثلا يقولوا يا اخ زكريا او يا دكتور زكريا، طب انا مش بعرف ازاي اسمع صوت الله في حياتي. انتوا بتقولوا يعقوب ده سمع صوت ربنا انه ما يروحش، اعرف منين صوت ربنا؟ طبعا ده موضوع كبير جدا، بس اول حاجة اقول لك، تقول كلمة الله، يقول المسيح في يوحنا 10: خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية. يبقى اول حاجة انك تتمتع زي الخروف اللي كان ضال ورده المسيح، انك ترجع. عشان تسمع صوت ربنا في حياتك لازم ترجع. هل رجعت للمسيح؟ لكن اقول لك طبعا في عجالة، ولو عندك سؤال في موضوع سماع صوت الله في حياتك ارسل لي، وسأرسل ليك فعلا بعض الدروس المجانية، وأنصحك ببعض الكتيبات الحلوة إن أرسلت. لكن في عجالة هذكرك، إذا أنت ليك علاقة شخصية مع المسيح واختبرت عمل الله في حياتك وعايش مع المسيح ومن خرافه بتسمع صوته، دايما صوت الله مصحوب بثلاث حاجات. ده عن اختبار الشخصي. صوت الله مصحوب بسلطان، الله بيتكلم. صوت الله مصحوب بسلام، سلام يغمرك كده لأن الله إله السلام. صوت الله مصحوب بفرح. أوضح كلامي، وانت داخل تصلي، بكلم إخواتي وأخواتي اللي ليهم علاقة شخصية مع المسيح، وأنا داخل أصلي في ثلاث أصوات ممكن أسمعهم ولازم أميز بين، في صوت الله، في صوت الشيطان، والصوت الثالث صوت إرادتي الذاتية مع رأي الناس. يعني ده الصوت الثالث، إزاي أميز وأنا راكع أصلي ده صوت ربنا ولا ده صوت الشيطان ولا ده صوت رأي الناس؟ بقول لك مرة تاني، صوت ربنا دايما معاه سلطان، يعني الله بيتكلم، شخص بيتكلم، مش إيموشن، مش مجرد عواطف، سلطان، تتكلم في قلبي يعني، سلطان وفرح وسلام. صوت إبليس في سلطان وهمي، بتحس إن حد بيتكلم لأن إبليس شخص حقيقي، تحس ان شخص بيتكلم، بس دايما مع صوت ابليس اللي بيقوله يبقى معاه حزن عكس الفرح ورعب. يبقى صوت الله سلطان وفرح وسلام، صوت ابليس سلطان وهمي، شخص بيتكلم كانه ليه سلطان عليك، هو مالوش سلطان بس سلطان وهمي، شخص بيتكلم، وحزن وخوف. صوت العاطفه مفيش اي سلطان،
او صوت ده حاجه جواك كده مبسوط. مثلا واحد قدامه فيفي وسوسو مع يعني مع الاعتذار اذا حد فسوسو فيفي وسوسو عايز يخطب واحده منهم فهو بيحب سوسو فدخل المخدع يا رب انت عايزني اخد سوسو ولا فيفي؟ اه سوسو شكرا يا رب ميرسي قوي. طب هو قال لك حاجه بقى ده سلطان ده من غير سلطان ده ايموشن ده صوت راي الناس او صوت العواطف. دي النقطه الاولى في موضوع تذاكر السينما ازاي يعقوب سمع صوت الله. صوت الله بذكرك مره اخيره مع سلطان مع سلام مع فرح. لكن النقطه الثانيه كمان يعقوب قال انا شاعر ان المكان بتاع السينما ده مش مناسب وده بيدخلنا دايما مع كل الناس اللي بتعيش حياه التوبه مع الرب بيسالونا هو التلفزيون والافلام حرام ولا حلال؟ هو الاغاني العالميه حرام ولا حلال؟ هو روح السينما حرام ولا حلال؟ هو وهكذا. طبعا انت فاهم في ايتين يا رب ارجو انهم هتشوفهم على الشاشه دلوقتي مكتوبين قدامك ايتين جمال. الايه الاولى موجوده في كورنثوس الاولى 6:12 احفظ معايا كورنثوس الاولى 6:12 والايه الثانيه كورنثوس الاولى 10:23 الذي نحفظها مع بعض تاني كورنثوس الاولى 6:12 اكتبها بسرعه احفظها كورنثوس الاولى 6:12 وكورنثوس الاولى 10:23 حط الايتين مع بعض. ايه الايه الاولى بتقول؟ كل اشياء تحل لي لكن ليس كل اشياء توافق كل اشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. ده كورنثوس الاولى 6:12 كورنثوس الاولى 10:23 كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل اشياء توافق كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل اشياء تبني. اذا حط الايتين مع بعض تلاقي كل اشياء تحل لي لكن ليس كل اشياء توافق دي اول بوابه. البوابه الثانيه كل اشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. البوابه الثالثه كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل اشياء للبنيان. اي حاجه في الدنيا يعني دايما بنسمع ايه رايكم في السجاير؟ في ايه بتقول في الانجيل السجاير خطيه؟ في طبعا بعض الايات مثلا زي في العهد القديم كانوا يقربون الغصن ويشموه واضحه انها كانت خطيه كبيره. لكن حطها في البوابات. واحد هل يوافقني ان انا بشرب سيجاره بعد الوعظه تقبلني؟ هتقول لي يجوز. طب عدي الثانيه كل اشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. السيجاره بتتسلط طبعا نوع من الادمان. الحاجه الثالثه كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء للبنيان. هل السيجاره بتبنيني نفسيا وروحيا وجسديا؟ طبعا ابدا بالعكس ده جسديا بتدمرني في مئات الاضرار ليها وادبيا وحتى نفسيا بتعمل يعني اقول لك شربت سيجاره عشان متضايق. يا حبيبي السيجاره النيكوتين بيخلي الواحد اكثر نرفزه واكثر ضيق. اتمنى لك تعيش مع المسيح وتسمع صوته. الى حلقه قادمه من برنامج حياتك في قصه اتمنى اسمع منك. عزيزنا المشاهد اذا اردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصه اكتب لنا على عنوان البرنامج وراءك يحلو المسير الى حيث خضر المراعي وفي الليل انت رفيقي وفي الموج انت شراعي وفي الموج انت شراعي اطيعك يا رب اكثر من الناس كل الحياه. صوت ابليس في سلطان وهمي تحس ان شخص بيتكلم بس دايما مع صوت ابليس اللي بيقوله يبقى معاه حزن ورعب. اعرف منين صوت ربنا؟ دايما صوت الله مصحوب بثلاث حاجات. صوت الله مصحوب بسلطان الله بيتكلم. صوت الله مصحوب بسلام سلام يغمرك كده لان الله اله السلام. صوت الله مصحوب بفرح. عشان تسمع صوت ربنا في حياتك لازم ترجع. هل رجعت؟ اذا ما سمعت لصوتك وسرت بخوف أمامك تلذذ نفسي إلهي ويملأ قلبي سلام.